بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الصائمون ايتها الصائمات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونحن في اليوم الثالث يتجدد لقاؤنا بفضل الله جل وعلا رمضان ومحطات العطاء من الله جل وعلا الكثيره والمتعدده لكن يحسن بالانسان في رمضان ان يكثر وان يقف مع ثلاث محطات مهمه المحطه الاولى محطه التفضيل لهذا الشهر من خلال القران الكريم ان يكون الحظ بالاتصال بالقران الكريم في رمضان كبيرا لانه شهر القران ولذلك من السلف من ينقطع عن مجالس العلم ويخلو مع القران رغم ان كل عامهم كان مع القران لكن رمضان بالذات ارتبط بالقران والقدوه والاسوه في ذلك الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام ففي كل عام ياتي جبريل عليه السلام يرجعه القران مره في كل عام في رمضان إلا في رمضان الأخير جاءه سيدنا جبريل وراجعه القرآن مرتين وهذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان دائما وأبدا أن يكثر بالاتصال بهذا القرآن بكتاب الله جل وعلا سيما وهو يستشعر أنه القادم على الله جل وعلا أعظم ما ينبغي أن نكثر منه في رمضان هو القرآن، القرآن تلاوةً والقرآن تدبراً والقرآن مراجعةً المراجعة في الحفظ، المراجعة في العمل، لأننا أمة مطالبة أن تعمل بهذا القرآن، أن تعمل بكتاب الله جل وعلا بقدر استطاعتها، فهي فرصة في رمضان بالذات أن يكثر الإنسان من تلاوة القرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا هذا هذه المحطة الأولى والمهمة التي ينبغي لنا أن نقف عندها وهي القرآن والإكثار من القرآن ومجالس القرآن الجانب الثاني رمضان والدعاء المناجاة من الأبواب التي يصل إليها العبد بعد توفيق الله جل وعلا أن يكون من أحباب المولى سبحانه وتعالى الدعاء ألم يقل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الملحين بالدعاء وفي رمضان بالذات منذ أن تمسك للصيام وصوتك مسموع ودعاؤك بفضل الله جل وعلا مرفوع فالصائم دعاؤه مستجاب فينبغي أن نكثر من الدعاء وخاصة في الأوقات الفاضلة التي ذكرها لنا النبي عليه الصلاة والسلام بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد فكيف إذا كان الدعاء من هذا العبد الصائم من هذا الإنسان الذي أقبل على الله جل وعلا بعبادة كما مر بنا في الحلقة الماضية جعلها الله سبحانه وتعالى له خاصة الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء في الثلث الأخير من الليل ولذلك لعل بركة السحور كانت من بركة هذا الوقت لأن السحور عادة ما يكون في الثلث الأخير من الليل هذا الوقت المبارك كما تعلمون أيها الفضلاء وأيتها الفاضلات يوم أن ينادي ربنا سبحانه جل في علاه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأقضيها له لذلك بعد السحور ينبغي للعبد ان يخلو مع الله سبحانه وتعالى وهو الذي نوى الصيام وتبييت النية كما تعلمون واجب من واجبات الصيام. ايضا الدعاء عند الافطار وهذا ان صح التعبير لحظات الذروة للصائم. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصائم. عند فطره دعوة لا ترد، عند فطره أحيانا نحن ننشغل عند الإفطار بتجهيز الشراب والطعام وما يحتاجه الإنسان في إفطاره وهذه اللحظات التي ينبغي لنا في كل لحظة في كل ليلة عند الإفطار أن يرفع العبد دعوة بين يدي الله سبحانه وتعالى مضى يومان وقد رفعت دعوتين طيبه مباركه مستجابه ان شاء الله وها نحن في الدعوه الثالثه ينبغي للانسان ان يتجهز ان يكون له برنامج هذا اليوم سارفع الدعوه كذا والدعوه كذا والدعوه كذا الى ثلاثين على عدد ايام رمضان لكن الامر يتعلق بامر اخر وهو انك عندما ترفع الدعاء ينبغي ان تكون الواثق في الاستجابه وحاشاك ان تشك والله جل وعلا يقول ادعوني استجب لكم ولما سئل الحبيب عليه الصلاه والسلام اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه فانزل الله جل وعلا وشاءت حكمه الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه الايه بين الايات التي تتحدث عن الصيام واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ادعوا الله وانت ان شاء الله الواثق بالاجابه ان الله يستجيب الدعاء وهو الوعد الذي الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه وسيدنا عمر عندما سأل الله الشهاده في سبيله في اخر حجه حجها بعض من سمعه من الصحابه سألوه تعجبوا كيف تريد الشهاده في سبيل الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة ليس فيها حرب؟ قال: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، وسبحان الله أين رزق؟ رزق الشهادة في مدينة رسول الله، في محراب رسول الله، في مسجد رسول الله، في محراب رسول الله، وهو يناجي ربه ومولاه، ادعو الله وأنت الموقن بالإجابة والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد إما أن يحقق الله جل وعلا لك ما تريده في الدنيا وإما أن يكون هذا الدعاء ولذلك ربما تضع سؤالا هل يستطيع أحد أن يرد القضاء نقول نعم يرده المسلم والمسلم والمسلمة من خلال الدعاء ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرد القضاء إلا الدعاء فينبغي أن نستغل هذه أما الثالث الأمر الثالث وهي قضية الصدقات والعطايا لان شهر رمضان شهر العطاء وشهر الانفاق وشهر الصدقه هذه القضيه المهمه التي ينبغي ان نقف عندها ولكن ينبغي ونحن نخرج صدقاتنا وزكواتنا ينبغي ان يكون بذلك الادب المصاحب ولذلك الله سبحانه وتعالى يرسم لنا في القران كيفيه العطاء فيقول الله جل وعلا قول معروف ومغفرة من خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى هذه قضية مهمة لذلك ينبغي للذي يعطي من زكاة ماله أو من صدقاته في رمضان يحاول ابتداء أن لا يعطي ذلك المسكين العفيف وذلك الفقير العفيف الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على عفته في القرآن فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ما يعطي امام الناس فيجرح مشاعره يضطر أن يقبل الصدقة أو الزكاة لأنه المحتاج وفي ذات نفسه يقول بلسان الحال وهو أبلغ من لسان المقال ليتها كانت في الخفاء ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء كما قال عليه الصلاة والسلام لما لانها تحفظ لهذا المسكين العفيف والمحتاج والفقير العفيف تحفظ له عفته تحفظ له مشاعره تحفظ له مكانته بين الناس والفقر ليس عيبا على الاطلاق بل ان الرسول عليه الصلاه والسلام كما في مسند الامام احمد وغيره الفقراء عيال الله واحبهم الى الله انفعهم العيال او كما قال عليه الصلاه والسلام وفي الحديث الاخر يقول عليه الصلاه والسلام إنما ترحمون وتنصرون بضعفائكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فينبغي في رمضان بالذات أن نكثر من كل أعمال الخير لكن في هذه المحطات الثلاث محطات ذكرت في القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن ينبغي أن يكون الحظ من القرآن في رمضان كثيرا في التلاوة يقتم في ثلاث في أقل في أكثر والأمر منافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نكثر من الدعاء سيما وأنت ذلك العبد الصائم ودعاؤه مستجاب نكثر من العطاء ومن الصدقة وابن عباس في الحديث رضي الله عنهما وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام لا رسول الله يصف عطاء النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كأنه الريح المرسلة أو كما جاء في الحديث هذه المحطات الثلاث ونحن نودع اليوم الثالث من رمضان المبارك ان نكثر منها من القران من الدعاء من الصدقه من كل ابواب الخير اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منكم الصيام والقيام والعطاء والدعاء وكل اعمال الخير وان يجعل اعمالكم خالصه لوجهه الكريم وان يجعلكم من عتقائه من النار ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته